السلام عليكم ورحمة الله. معكم الرحالة الرياضي المغربي عبد الغني بوهاج ابن مدينة مراكش، اللي قام بواحد الرحلة ماشيين على الأقدام من مدينة مراكش إلى مدينة طنجة تحت لواء الجمعية المغربية لهواة المشي ومحبي الطبيعة، تحت شعار الماء والبيئة منبع للحياة فلنحافظ عليهما. وأنا بهذه المناسبة هذه تنبغي نوجه واحد الرسالة لكل دار وكل مغربي ومغربية، باش أنهم الله يجزيهم بخير، يحافظوا على هذه النعمة اللي هبها لنا الله عز وجل، باش نحافظوا عليها وما نضيعوهاش وما نبدلوهاش. وتنبغي نشكر الإخوان الأصدقاء الأحباء إخوان في مدينة مراكش، وتنبغي نوجه الشكر لكل المغاربة على الدعم ديالهم وعلى المساندة ديالهم وعلى التضامن ديالهم مع الرحالة الرياضي المغربي عبد الغني بوهاج، اللي في الحق أنا جيت سعيد باش أنني نقوم بهذه المبادرة الوطنية، اللي الصراحة تدل على بزاف ديال الأمور، وخاصة المشكل ديال الماء، لأن صراحة القضية شي شوية غادي تكون صعيبة. حنا أنا تنجول الحمد لله، مشيت للسدود وتنشوف المشكل ديال الماء، يعني الماء غادي يجي واحد الوقيتة غادي يلقاو مشكل في الماء. وتنبغي نوجه هذه الرسالة ديالي لكل دار، كل مغربي ومغربيه، كل إخوة الاصدقاء الاحباء، كل مغاربه، باش يحافظوا على هذه النعمه اللي هبها لنا الله عز وجل. هضرنا على الرحله ديال مراكش لطنجة، كيفاش كانت؟ وبالنسبه للرحله ديالي ديال مراكش لطنجة، ومبرعه العام سيدي، والله راه مبرعه، باش مبرعه بالامطار. انطلقت نهار 13 مارس 2020 على الساعه 10 صباحا من ساحه الكركارات بالمسيره الثانيه بمراكش. انطلقت في جو مشمس، يعني كانت الحرارة. من بعد فاش قطعت المرحلة ديال مراكش سيدي بوعثمان، يعني لقيت جو آخر، تحت الأمطار، ولكن الحمد لله الرحالة المغربي عبد الغني بوهاج، يعني رجل تحدي، رجل ديال يعني عنده واحد إرادة قوية، عنده واحد طموح كبير. الحمد لله أنا ما عنديش مشكل، يعني الحمد لله أنا عشت ظروف صعبة هذه، وخاصة في الأقاليم الجنوبية، والحمد لله. بالنسبة ل هاد الرحلة ديال طنجة، بالنسبة لهاد الرحلة ديال مراكش طنجة، يعني كانت المدة ديالها كانت 15 يوم، وكانت فيها واحد 3 أيام ديال الراحة، راحة في برشيد، ثم الرباط، ثم هنا بمدينة طنجة. شنو هما الصعوبات اللي واجهتك؟ الصعوبات اللي لقيت في الطريق، وما بين صخور الحمام وسيدي بوعثمان، تلقاو ليا واحد ثلاثة قطاع الطرق، ولكن الحمد لله عرفت كيفاش ندافع على راسي، حكم التجربة، حكم واحد شو ديال اسميتو دافع على راسي. شنو كانت المطالب ديالهم؟ باين المطالب ديالهم، يعني ثلاثة ديال باينين، كل واحد حديدة، فهمتي؟ يعني بوي كان عندي التليفون، كان عندي فلوس في جيبي، كان عندي مسائل، ولكن الحمد لله كاين ربي رقيب بالعباد، الحمد لله. رب القضية خرجت، خافوا ما ولاو تيخافوا، ما خافوا، شافوني حيت الصاك حطيتو صافي، عرفوني بان راه الحمد لله عندي دافع على راسي. ومع واحد جاي واحد سيد بالسياره ديالو داكشي، هما يهربوا، والحمد لله ضل تو ديال الخير، والامور دازت بسلام الحمد لله. شنو هي اطول مسافه اللي ضربت في المسيره ديالك؟ بالنسبه لاطول مسافه اللي درت ديال 2011 من طنجه للقويره، 3200 كيلومتر، المغرب واحد وموحد من طنجه الى القويره، هذا هو الشعار اللي كنت حملت في هذه الرحله. انا بنوجه واحد الرساله للمغاربه، هي باش يحافظوا على الماء، الله يجزيهم بخير، ما يبدلوش الماء، ما يضيعوش الماء. راه حنا راه مسؤولين امام الله على هذه النعمه اللي تنضيعوا، مسؤولين امام الله، خصنا نحاول ان شاء الله ما نضيعوش الماء. والمغاربه الحمد لله راه مفتحين، والمغاربه راه عارفين كل شيء، تنتمنى انهم ان شاء الله باش ما يبدلوش الماء وما يضيعوش، وتنتمنى انهم يمارسوا هذه الرياضه ديال المشي. راه الحمد لله راه غادي 50 عام الحمد لله، والاكثر اللي تيقول لك عندك غير 40 عام، علاش؟ حقاش كنت نشارك في الماراثون تاع مراكش الدولي، تندير الرحلات ديال المشي، الحمد لله دابا راه قطعت 11900 كيلومتر، في 10 رحلات، واكثر الرحلات نقوم بهم كنت نقوم بهم من مدينه مراكش الى مدينه العين بمناسبه ديال الذكرى ديال المسيره الخضراء، حيت انا عزيز عليا، عز عليا الوطن، وتنحب البلاد، وتنحب المغرب، تنحب الاسره العلويه، تنحب الشعب المغربي. انا من المواطنين تغيروا على هذه البلاد، والمدافعين على القضيه الوطنيه، والحمد لله راني معروف الرحاله الرياضي المغربي عبد الغني مغروش، كمراكش معروف بالحب ديال الناس، ومعروف بالحب ديالو، يعني الحمد لله تنحب الصغير والكبير، وما عنديش مشكل الحمد لله، وتنحبكم حتى نتوما.
وتنبين وجه لكم تنتم واحد الرسالة. الله يعاونكم، الله يسهل، الله يسهل عليكم في هذه العواشر، الله يعاونكم. وتنشكركم على التغطية الإعلانية. آخر وسمح لنا راه فضولين بزاف. ماشي مشكل. بالنسبة للمخطط ديالي المستقبلي ديالي إن شاء الله تنفكر أنني بغيت ندير طواف الإمارات. تنتمنى هذا الميساج من هذا المنبر ديالكم العزيز، من هذا المنبر ديالكم العزيز. كنتمنى هذه الرسالة هذه إن شاء الله توصل. كنتمنى إن شاء الله هذه الرسالة هذه توصل ونحقق الأمنية ديالي إن شاء الله وندير الطواف إن شاء الله ديال الإمارات. إن شاء الله ماشيين على أقدام ونحمل الفرقة ديال الوطنية. ونستحق كل الخير. والحمد لله تنتكلم أنا حكم التجربة ديالي وحكم السنين الحمد لله اللي حسيني الحمد لله وحكم هذا عدد الرحلات اللي قمت بها. وتحية لكم وتنشكركم جزيل الشكر. الله يحفظكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.